طيب حد يخبط على الناس بالنهار كده. نعمة، المتمردين استولوا على المدينة وبيدبحوا في الناس. احنا هربنا على مركب وجينا على السودان، ومن هناك ركبنا الطيارة وجينا على هنا. كلها يومين ثلاثة وحسين ان شاء الله هيحصلنا، بس بعد ما يطلب اللجوء السياسي لجيبوتي. معلش يا هاها، هنتقل عليك يا اخويا. لا يا حبيبتي نعم، مفيش حاجة، بس يعني ربنا ما يرزقكيش بعيل ابيض يكسر الضلمة اللي انت عايشة فيها دي. وعموما ده بيتك، واهلا وسهلا بيكي في اي وقت. على رأيك يا اخويا، الواحدة مننا برضو ملهاش غير بيت ابوها. ربنا يخليك لينا. ولاد تعالوا يا ولاد سلموا على خالكم. لا بس عرفيني باساميهم الاول. هما هيعرفوك على اسمهم واحد واحد. يلا يا ولاد. كريستينا، ليلي، نهلالي، رامي، مانويلا، جلبرت. سعيد اتقبض عليه في قضيه شيكات، ولاد الحرام نصبوا له فخ. ده بايت في النيابه من امبارح، كان فاكر ان هو ممكن يطلع بكفاله، لكن لقوا عليه كذا حكم، عشان كده ادوله حبس احتياطي. انا مش عارفه اعمل ايه يا حاح. انجدني يا اخويا، ابوس ايدك انجدني. جدنا بقى. شوف يا حاحا يا اخويا، بعد العشره دي كلها يطلع مزمن. مزمن؟ اه مزمن مخدرات. بقاله 30 قاعد من غير شغل، وطلعوه مع اسمه بكر اهو. عشان ايه بقى؟ عشان طلع مزمن وعامل نفسه كل يوم رايح جاي من الشغل، وطلع مزمن مخدرات زي ما انت قلت. الله يخرب بيت الازمان وسنينه. خليك ليا يا اخويا، وما يحرمنيش منك ابدا. اللي انت عملته معايا محدش يعمله ابدا. بقول لك ايه، خلي بالك من التفاحه، ما تزعلهاش منه، ده احنا مالناش الا بعض يا حبيبي. ما تقوليش كده نعمه، ده بيتك اختي، وانت خدي بالك من حسين. هو عامل ايه معاكي؟ الحمد لله. ايوه يعني بيطلع لك ولا انت بتنزلي له، ولا حكايتكم ايه مع بعض؟ بيتك ايه؟ باي باي يا حبيبي. خدي بالك من دسة الاشرار دول. حاضر يا حبيبي، اشوف وشك بخير. حبايب خالهم دول. مع السلامه. الله يسلمك.
انت اللي فايا انت اللي يرتيك للبوجان. والله مالك حق، انا زعلان منك، اصل ده بيت اخوات، انا ماليش فيه والله العظيم. وبعدين يا عم انت كنت ريحت لك يومين، ده الصومال والعه والناس بتقطع في بعض. ما هي دي وريكو يوك هنا عشان كده بوجع الغين متمردين تجار قوي يوك. يا راجل انضميت للمتمردين؟ اه وعليه الدمتي. ده مستقبلهم كويس العيال دي؟ اكيد مش العيال دي. اه بيدوا معاشات يعني ممكن يظبطوه كما تكبر. معاشات ده اتريات واو على طول جوه. بس انا مش عاجبني تشويتي العيال كده لغايه الصومال، ده المشوار طويل. يعني يا رياض انت مش جيراني يعني بكره. خلاص يا عم انت اطول مني وتفهم في الحاجات دي. مع الف سلامه. مع السلامة حسين. ألف سلامة أخوي. السلام عليكم. خد بالك من العيال ها؟ لا ما فيش مشكلة. ربنا معاكم، السلام عليكم. أنت بتتكلم عربي أهو، أمال عرفت إيه؟ أنا بكلمك بالعربي دلوقتي أهو، السلام عليكم. مع السلامة. كلمة السلامة. خد بالك من أحمده. لا ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. بنت صغيرة ما فيش مشكلة. مع السلامة. ربنا معاك، السلام عليكم. يا مصطفى، أنت بتعيط؟ ده أنت طلعت طفل عندك أحاسيس ومشاعر أهو. حبيبي يا مصطفى. يا ابن المجنونة اوعى بقى يا عم امشي، ده انت عيل نكد يا باي عليك. اوعى بقى اوعى. ما تسيبك يضربك القلم الاخير، متعشم فيك يا راجل. لا بس بجد احنا مش عارفين نشكرك ازاي يا حاحة. انت طول عمرك ابو المجدع يا حاحة. نستأذنك احنا بقى، احنا تقلنا عليك قوي يا اخويا. السلام عليكم. ده بيت اخواتي قبل ما يكون بيتي، ولو هم مش طايقينكم ولا عايزين يعيشوا معاكم يجوا يعيشوا هنا معززين مكرمين. ربنا يخليك يا حاحة يا اخويا، معلش بقى مضطر استحمله. اصل احنا جايين نهدي النفوس يا مناسب. بدل في الشتك العايمه دي وكركر مرمر اللي انت عايش فيها دي، راعي ربنا في مراتك وابنك ووكلهم بفلوس حلال. ما بلاش انت طيب بقى الكلام ده بتاع الهشك بشك. هشك بشك. طيب يا مصطفى سلم على خاله. لا ده انت هريني. الكابونه دي بقى من خالك. ماشي يا خال، مرعوبه بس هتتردلك. ايه ده؟ انت اكيد متوحام على سفاح في الواد ده. معلش يا اخويا حقك عليا انا، اشوف وشك بخير بقى. مع السلامه اختي. يلا يا سفاحه يا تغنانه. ربنا يبارك لك في الشقه، هتبيعها امتى؟ بمدرج ما تخش شقتك مع عريسك. تفاحة انت راضية عن اللي انت هتعمليه ده؟ ورحمة ابوكي وامك، لو مش راضية انا ما عندي مانع انك تقعدي معايا في الشقة. انا بقولك الكلام ده من كل قلبي. صادق يا اخويا صادق. انا عارف ان موضوع الفرح ده مأثر فيكي، بس والمصحف الشريف اللي عاملك سبوع لاول مولود ليكي تتحكى بيه المنطقة كلها، وسمعيني سلام، حلقاتك برجلاتك يوم ورا يوم يبقى بشنبات زي دي. مبروك علينا انضيتك الكريمة يا عم حاحة، فلوسك جاهزة اهي عطارة. ترى؟ بيزة. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. ها ايه رايك بقى في العوامه؟ كويس. مش هتغيري هدومك ولا ايه؟ طبعا هغير هدومي طبعا، بس يعني لما اخد على المكان. قوي قوي، ده مكانك، انا عاوزك تحبيه عشان ده المكان اللي اشوف احلى ليالي حبنا. مفيش حاجه ديبوزيت تحت الحساب يعني؟ يعني
يطلع منها. ما هو اخر حاجه كنت اتوقعها انك تعمل كده. ايه ما بتحرمش غاوي رمرمه؟ رمرمه سناء انت فاهمه غلط. مين دي؟ انت اللي مين يا حلوه وبتعملي ايه مع جوزي؟ متجوزي على سنه الله ورسوله يا اختي. وكمان متجوزها طبعا عرفي يا استاذ. عرفي مين يا ماما؟ لا عند المأذون. يا نهار ابوك اسود ومنيل، ده انا هخلي عيشتك زي الهباب. ايه ده؟ سمعتش خطه بتنطري كده ليه؟ يلا حبيبتي طلعينا بره. لا انت اللي هتنجري من هنا يا حلوه ودلوقتي حالا، فاهمه؟ لا يا حبيبتي ده بيتي، ما تقول لها يا اخوي. وكمان اشتريت لها شقه بفلوسي يا واطي. لا 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 ده شقه اجار جديد ست شهور بس. يا نهار ابوك اسود اجار جديد. وعشان اثبت لك ان دي علاقه مؤقته نزوه يعني ما اقدرش استغنى عنك ابدا. اي واطي يا سافل وحياه امك لوريك. اوعى. يلا امشي نجري قدامي. اه نسيت طلقها. انت طالق بالتلاتة. انت طالق بالتلاتة. اه نسيت عايزاك تاخدوا بالكم منها قوي تروقوها على الاخر. وحياة امك انا اللي حروقت. اوعى يا انت مستوي نفسك. يلا ولا وحياة امي لو اوريك يا قرة الرجال. يا عم اوعى. في ايه؟ هو المعلم غلط في عد الفلوس ولا حاجة؟ الظاهر ان احنا مش مكتوب علينا نفرح تفاحة لا انا ولا انتي. سيبنا كده يا حا. وانا اللي كنت فاكرك عايشة اسعد ايام حياتك اتريكي كاتمة احساسك في قلبك وساكتة ليه ما استنجدتيش بيا تفاحة؟ مرضتش احبطك يا حا. ما انتي احبطتيني بعد النفة دي. قلت على الاقل اهو عندي شقة اقعد فيها ست شهور لغاية ربنا ما يفرجها. انت ما عندكش اي حاجة خالص يا حاح. اهو ربنا اداني على دماغي وقال لي يا رزل يا رخم يا بارد ليه تعمل كده في اختك؟ اختك دي ارجل منك مليون مرة. لا يا حاح انت سيد الرجال. لا انا مش راجل يا تفاح. لا يا حاح انت راجل. انا مش راجل والا والمصحف هرميكي في النيل هنا. خلاص يا حاح كل واحد اضرب نفسه. خلاص بقى ما تبطلي رغي بقى. انت هتشوح لي يا حاح ولا ايه؟ انت بتقوطيني في ايدي ليه طيب؟ طب ازاي يا حاح؟ انت بتضربيني ولا ايه؟ ايه يا حاح؟ اه بقول لك ايه والمصحف خلاص يا حق. اهلا بيك في بلدك الثاني والله منور. والله ما اعرف كيف اشكركم على الحباوة هذه وارجو اننا نردها عندما تجون عندنا ان شاء الله. حبابة يا ابن المجنون انا الصاب. ايه اللي جابك هنا؟ ده عامل عريس عماني حمام الحلاق اهو. تصدق يا حاحه لسه واخد لي دقن امبارح. فين الموسى؟ فين الموسى اللي بتتخانق بيه في المنطقه؟ اهو اهو يا حماته اهو العريس العماني طلع حلاق. تحبي ناخد لك دقنك ولا فيزو؟ احلى سلام لرجاله الخليج العربي. واه واه ايوه وده ده واه واه وده وده واه واه اوعى. بقول لك ايه؟ حلاوتك يا جوز خالتي رجوله ومية مية. كان فين الكلام ده من زمان؟ بعد اذنك بقى انا هاخد ساميه ونطلع على البيت. بيت مين؟ انت مش بعته؟ بعته مين؟ هو انا ليا غيره عم حماده؟ سلام يا حماده. سلام عم حماده يا طيعي. يا استر معانا بعد ما تفوق يا كريم. 50 100 150 200 واحد واثنين اخيرك ثلاثة. اقعد
دوري. فين العقل؟ فين العقل؟ فين العقل؟ فين العقل؟ مش عاوزين نسمع حاجة دلوقتي. أنا مسجلها. اهو جاي ولعتك الحلوه. ايوه بس حرق العقد يا عم يجيب بواسير. حرق العقد يجيب بواسير. حرق العقد يجيب بواسير. كتر الشطه يجيب بواسير. كتر الشطه يجيب بواسير. كتر الشطه يجيب بواسير. كتر الشطه